يعني أود الحصول من حضرتك على تفسيرات واضحة حول احتجاج إيران على تسمية بطولة خليج 25 بالخليج العربي بدلا من الخليج الفارسي، ولماذا بالذات الآن احتجت إيران على هذه التسمية بدل من أن تحتج عليها سابقا في بطولات خليج أخرى؟ بدأت تحياتي لك وضيفك الكريم ولجمهوركم العزيز. الحقيقة واضح جدا أنه إيران ضمن الاستراتيجية اللي رسمتها للعراق بعد مكنها الاحتلال الأمريكي من الهيمنة على مقدرات العراق نتيجة وجود أحزاب السلطة اللي انتزعت الانتماء الوطني للعراق ورهنتها بالولاء لإيران على مستوى النظام وليس على مستوى الشعب الإيراني، تعتقد بهذه الخطوة يعني نجاح العراقيين، أقصد العراقيين وليس الساسة، الساسة مرفوضين أصلا من تواجدهم في 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 الملاعب اللي تشهد نفس وطني عميق. نجح العراقيين في استضافة هذه البطولة وعكس قيم العراقيين ناحية الكرم والضيافة العربية الحقيقية وانتمائهم للعروبة كمبدأ وأصالة وليس يعني أيديولوجية. هذا أزعج إيران اللي تراهن منذ زمان أنه تنتزع العراق من هويته العربية ثم من هويته الوطنية حتى يصبح تابع لها، وضيعة من ضياع بلاد فارس. اليوم هذا الأمر لأنه نظمت في البصرة، والبصرة يعني تمثل العراق كله الآن، والبصرة هي الثغر الباسر للعراق. قضية الأحواز معروفة تاريخيا، لا أريد أن أدخل في يعني قضية العفو الخليج العربي، لا أريد تفاصيلة، معروف الصفقة اللي عقدوها البريطانيين مع النظام الإيراني آنذاك للتخلص من الهيمنة البرتغالية على بحر العرب وعلى الخليج العربي. هذا الضفتين نهر حقيقة عليها أكثر من 15 مدينة عربية، ويكفي أنه الأحواز العربية سلخها البريطانيون وأهديت إلى نظام الشاه آنذاك، تكفي تعطي هوية ثابتة لهذا امتدادة تاريخيا للسومريين أيضا هذا الخليج. هذا التقسيم التوزيع البريطاني اللي ما يطلق بالبرشيان كالف هو في الخرائط صح مثبت، لكن ليس معتمد دوليا، وفارق بين أنه تثبت في الخرائط الأطلسية القديمة، ولذلك العرب عليهم أن يتحدوا ليس فقط خلف التسمية. التسمية لا تعني شيء. اليوم عندك في بنما دولة صغيرة في مقابل ولاية فلوريدا، الخليج الأمريكان أصلا هم يسموه خليج بنما ولكن هو تابع إلى فلوريدا، لكن السيادة لمن؟ هو هذا السؤال، هنا هو المحور. هذا المنطق الأول. المنطق الثاني، توقيت إيران، الحالة اللي يعيشها النظام الإيراني من الثورة اللي يواجهها من الشعب المنتفض الإيراني ضد نظام ولاية الفقيه، يعتقد أنه انسلاخ العراق منه سوف يضعفه، وهذا سوف يكون طبعا يعني أمور الخطأ تاريخيا. نعم، هذا هو الدافع الأساسي.